مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أوبي. تعرف عليك؟ مصطفى الناصف، متقاعد، عندي زوج بنايات، أساتذة في الجامعة، ربي نجحهم، قمت بالواجب نتاعي ولا فضل. يخدموا اليوم البنات الجامعة؟ يخدموا في الجامعة، يخرجوا واحدة في الاختصاص الحضارة البريطانية والأخرى اختصاص في التاريخ فرنسا. أساتذة الجامعات، الجامعيات بليتو، أساتذة جامعيات معناها بليتو، وأنت شو كنت تخدم؟ كنت في شركة دولية تونسية. فهمتني؟ شنو هي الشركة؟ اسمع حتى ما نخرجش الإشهار. نحكيو على الحياة بعد التقاعد. والله الحياة هي حياة كما متقاعد كما غير قبل المتقاعد، يعني الإنسان من المفروض أن ينظم روحه، ينظم الوقت نتاعو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الوقت من الذهب لم تقطعه وقطعك، معناها سوف نسأل عن كل شيء وفيما ذلك نسأل على الوقت، عن وقتنا فيما قضيناه. فاش عادي وقتك أنت؟ بين المطالعة، البحث، أنا إمام جامع، أشتغل بالإمامة مطوع بين قوسين لمدة يمكن 30 سنة أو أكثر 30 سنة. أون باراليل وقتها كنت تخدم، كنت إمام جامع. أي نعم، فهمتني، ومطوع مش للتوضيح. للتوضيح بالطبيعة. اليوم ما زلت إمام جامع ولا؟ والله التو، ولكن أتجنب الإمامة، ما نحبش المسؤولية. ما برشا مسؤولية. المسؤولية تكليف مش تشريف. كيفاش خلي كل شيء لكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعايته، اللي ما يهوش قادر باش يقوم بالمسؤولية نتاعو يتخلى، يخليه الموقع لغيره. وشفنا هبطوا في تونس المسؤولين الذين خانوا بين ظفرين المسؤولية، شنو اللي صار لهم؟ شنو هي في العادة بحكم خبرتك وتجربتك الشروط اللي لازم تكون في إمام جامع؟ أولا الاستقامة، أولا، وثانيا المعرفة والعلم والثقة بالطبيعة. ما لازمش يكون أيا كان يكون إمام. أنا احنا تركنا في الجيل نتاعنا ولله الحمد والفضل، تركنا كبار العلماء في تونس كما الشيخ محمد الأقوى، الشيخ محمد عباس، كما الشيخ الطاهر القماطي وغيرهم وغيرهم من العلماء، كانوا قدوة لنا. فهمتني؟ تقرأ برشا كتب انت في الشأن الديني؟ كل شيء نقرأ، كل شيء، الفلسفة، التاريخ، وخاصة بالتاريخ، معلوم مغروم بالتاريخ. هذاك بناتك طلعوا لك؟ ما الأبناء امتداد للآباء، إذا كان تلقى واحد ولد علم الاجتماع هذا قاعدة، إذا كان تلقى ولد يتصرف في تصرف غير لائق، ما تعذرلوش هو، عذر لأبوه وأمه كيفاش مش ديما يتصرف. مش ديما، ثم حالات استثنائيه بالطبيعه، الاكسبسيون في با لا ريجل. كونت روحك بالبيان في الشؤون الدينيه في شؤون بالطبيعه. احنا انا اخويا متخرج من جامعه الزيتونه، شيخ من ماخذ الشيء القدامى اللي نسمعوا بهم التطوير والتحصيل، وقراني وخذيت عليه الكثير، وهو قدوه لي انا بالطبيعه، هو اخويا. احنا في رمضان شنو هي اللي لازم ننصحوا؟ شنو اهم الحاجات اللي لازم ننصحوا بها؟ والله رمضان عنده حاجتين، اللي يحب يصوم رمضان يحب حاجتين، نظام في الماكله ونظام في النوم. النوم باهي. وعندك حاجه اخرى قالها لي واحد، اذا كان تحب صيامك صحيح اصبر حاجتين، اذا كان بعد رمضان تلقى جيبك زاد والميزان نتاعك نقص، عارفك صيامك صحيح. كيفاش هذيا؟ بالطبيعة خاطر خلي مدام كان بالطبيعة، خاطر إذا كان نصف أقل في رمضان وناكلوا أقل ونسهلكوا قبل في رمضان، بالطبيعة الميزان نتاعنا باش ينقص والجيب نتاعنا يزيد يتعبى بالفلوس، وهذا العكس اللي قاعد يقع. اليوم في شارعنا نشوفوا برشا ظواهر ما فيهش تسامح، ما فيهش تضامن، حاجة تحسوها غريبة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنا يلزمنا نرجع للنظام متاعنا السياسي، كون شعب ولا ما كونش. من قبل قال سقراط
المثل يأتي من أعلى السلم الاجتماعي، واضح هذه لازمنا ناخذها كقاعدة. هذه إذا كان إذا رأيت رب البيت بالدفي ظالمة فلفتت منا صغار الرقصة، فهمتني؟ فهمتني؟ هذه هو معنى يجب أن نفهم. أنت تحكي قبلك على رمضان، ما هو رمضان؟ رمضان ما هو شيء مجرد الكف عن الأكل والشرب، لا، هو الكف عن كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان هم صائمين قاموا ب17 غزوة، حاجة أخرى في أوروبا، وعندنا بناتنا توام العائلة في كندا في 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 فرنسا في أكثر من دولة أوروبية يصوموا ويخدموا نهار كامل، يخدموا نهار كامل كما قلت لك، يخدموا ويصوموا صيامهم صحيح وصومهم. ما نعرفش أنت كان سافرت لبرا ولا لا، رمضان يأذن مع 8:30 9 في بعض الحاجات، ويصوموا وصيامهم صحيح ويخدموا صحيح. ما تماش تجي تقول لي واحد نقول لي انا والله ظروف معناها ظروف انا شنو نفطر اليوم والله. اسمع مثلا نتاع عقليه، مثلا نتاع عقليه، انت انا علاش نصوم وعلاش نخدم؟ لازم نفهم مقاصد الصوم، مقاصد العمل، مقاصد الوجود في هذه الحياه. اذا كان الواحد يحدد الموقع نتاعو، يحدد المسؤوليه نتاعو، يحدد يعمل هدف في حياته الخاصة وفي حياته العامة، في علاقته مع زوجته مع بناته مع صحابه، ينجح بقدرة الله. أما إذا كان ما عندوش هدف، إذا كان ما عندوش هدف هو أو ماشي مع الماشيين وجاي مع الجايين، يولي رمضان مجرد امتناع على الأكل والشرب، رمضان يولي سهرية، رمضان يولي زيادة في الإنفاق، وبعد يجي يقول لك رمضان ما وتنيش. لا مش رمضان ما وتنيش، أنا ما وتيش روحي لأني أنا ظلمت روحي، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهمتي بنتي؟ هذا هو. ربما النصيحة أو الخطبة تنجم تعطيها للي يسمعوا فينا في حياتهم اليومية في تصرفاتهم في رمضان أو غير رمضان؟ أجعل لنفسك هدف. أنت بالصوم ولا الصوم؟ لمن تصوم؟ إذا كان تصوم بمجرد باش يقولوا أنك صايم، لا هذا حتى أكرمكم الله حتى الحيوانات يمتنعوا على الصوم ويصوم. أما إذا كان صمت وأنت كما قال المولى عز وجل في الحديث الصوم لي وأنا أجازي به، فهمتي؟ تولي في حضرة عبادة مستمرة على امتداد ساعتين 3 ساعة 4 ساعة و 12 ساعة، لأن الجوع هي مسألة اعتبارية. كيف تنسى الجوع ما تجوعش، قاعدة هذه علمية. نصوموا عن القول كذلك، نصوموا على مضرة الناس، تدخل في شأن العباد. على كل شيء، لا هي هو اسمع اللي يدخل في شأن العباد سواء كان صايم ولا مصايم، راه يدخل. أما هو قاعدة هذه اللي عنده أخلاق حميدة في رمضان أخلاقه حميدة وفي غير رمضان أخلاقه حميدة، والدليل على ذلك احنا أدركنا النصارى واليهود هون في الحومة هذه وكانوا فرنسيين وعشرناهم وعشنا معهم وقلينا معهم لكن وكانت عندهم أخلاق، لكن ورغم ذلك ما كانوش يصوموا هكا ولا لا. إذا كان هما على دينهم أو على العقيدة نتاعهم وعندهم أخلاق حميدة، فأولى احنا باش نكون عندنا أخلاق حميدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق. وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال كان خلقه للقرآن، ولهذا الصوم ما عنده حتى علاقة بالأخلاق الغير الحميدة. شكرا لي عايشك.